ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا دايما بخير يا رب. النهاردة انا جيت معاكم على البوتاجاز على طول علشان خاطر اعمل طريقة جديدة جدا في حفظ الملوخية، زي اللي احنا بنشتريها في اللي هي المجففة. بصوا بالملي، انا عرفتها من ناس المصنع نفسه، فانا حبيت قوي قوي ان انا انزلها لكم واوريها لكم. الطريقه سهله وجميله وبسيطه جدا. بصوا انا الاول خالص انا اهي غسلت الملوخيه ونشفتها كويس قوي من الميه بتاعتها، وهبتدي اوريكم هنعمل فيها ايه. اول حاجه ان انا حطيت الميه اهي غليت، هبتدي اجيب حاجه بسيطه جدا، نص معلقه من البيكنج باودر، مش الكربونات، ممكن اللي عندك ده او ده، بس البيكنج باودر بتاع الحلويات احسن طبعا بكتير. اهو حبه دوبك كده زي ما انتم شايفين كده اهو. وهبتدي انزل الملوخيه بتاعتي وهنمشي مع بعض خطوه خطوه وهنعرف احنا هنعمل ايه بالظبط. بس الطريقه جميله 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 وسهله جدا. بص، كنت انا عملت معاكم فيديو قبل كده ان انا كنت بشيلها ورق، كنت بشيلها ورق زي كده وبعدين اضربها، واحنا ساعه ما تيجي اعملها في الخلاط كنت بخرجها، ودي طريقه حلوه برضو اخرجها بس وهي مجمده، كنت ابتدي اضربها في الخلاط. بصوا كده انا هحطها كده تغلي، تاخد من بص اللون تفضل على خضرها، وتفضل على خضرها ما تتغيرش ابدا ابدا ابدا. انا طبعا جايبه كميه كبيره مش اللي في المصفى دول بس، بس انا هوريكم كده وهوريلكم برضو واحنا بنعمل في الخلاط اهي. ما بنستناش عليها انها تغلي، يا دوبك بس هي تخش في الميه كده اهي، وهبتدي اصفيها. اول ما اصفيها برضو الخطوه دي سهله جدا، انا اهو هنزلها، بس اول ما اصفيها كده هروح بسرعه احطها تحت الميه الساقعه، مش لازم تقولي تلج ومش تلج، تحت الميه الساقعه بتاعت الحنفيه، بس تكون الحنفيه منزله ميه ساقعه من الحر ده مفيش، يبقى هتحطي قوالب تلج في الميه وتحطي فيها الملوخيه تمام، بس تتصفى من الميه السخنه دي كويس قوي قوي قوي، وبعدين نبتدي نحطها. بس اول ما خرجت اهي هتصفي معايا اهي في المصفى، اروح حطها بسرعه بسرعه في ميه ساقعه فيها تلج او ميه تحت الحنفيه لو هي ساقعه قوي، ماشي مفيش مشكله. بس الطريقه بصدقوني هتعجبكم جدا، وهتشوفوا النتيجه في الاخر بعد اللي احنا بنعمله ده، هتقولوا ملوخيه وفي ميه مغليه طب ازاي؟ ان شاء الله هتشوفوها وهتبقى حلوه جدا وهتعجبكم. احط الحبه التانيين الاول على طول اهوت اهو، انا عملت بصراحه قبل ما اصور انا عندي كميه كبيره جدا جاتني من البلد بصراحه، يعني ناس طيبين كده جابوها لي، فانا حبيت اعمل كله، وجه النور لما قطع قلت ايه هكمل معاكم انتوا. وريكوا بقى قد ايه، دي الكميه اللي انا عملتها قبل ما النور جه. ده كده خلاص اهمت اهو، هروح بقى هي كده هتصفى خالص، وهروح احطها تحت الميه الساقعه، والحبة اللي بردوا في المية الساقعة هوريلكوا هنعملها ايه تاني الخطوة اللي بعد دي، قبل ما دي تتحط في المية الساقعة وتبرد هوريكوا اللي بردت. انا كل ده بعمل من قبليها عشان اوفر عليكم الوقت، وكل ده عشان البنات الجميلة الصغنانين اللي لسه متجوزين جداد. السلام عليكم. بصوا انا كده عملتها، هوريكم حاجة، انا عندي الخلاط العادي ده بيخليها ناعمة جدا، لما بجيب اللي هو محضر الطعام ده بصراحة بيخليها لي خشنة، يعني بتبقى السكينة بتاعته مرفوعة لفوق شوية مش زي التاني،
فانا هعمل على الخلاط العادي ده بيطلعها لي خشنه شويه. هنشيل ده وهعمل معاكم في الخلاط العادي وهوريكم احنا هنعمل ايه. ده بقى الخلاط العادي اهو، هبتدي احط شويه من الملوخيه بتاعتي اهي. معلش انا بشيل بايدي عشان انا مش عايزاها هي اولا مزفلطه شويه، طبعا انت عارفين اهي، فانا مش هحط كتير، حبه حبه صغيره. لقيتي بقى اللي هي مش عايزه كتير ومش عايزه تمشي معاكي، كده كده احنا بنحط عليها شوربه، فانا هجيب حبه من الميه اللي احنا سوينا فيها اللي هي فيها الكربوناتو اللي احنا غليناها فيها، هحط منها شويه صغيره كده وابتدي اشغل في الخلاط. بس عشان خاطر الصوت اهو الخلاط اهو، بس علشان الصوت انا طبعا ايه هوريها لكم بعد ما تتعمل اهي، هضربها بس عشان خاطر الصوت وارجع لكم تاني. بصوا بقى عايزه اوريها لكم بعد ما اتضربت في الخلاط، شايفين اللون بتاعها؟ بصوا بصوا شايفين الملوخيه عامله ازاي؟ مش دي زي اللي احنا بنجيبها من بره مجففه؟ بصوا وهوريكم كيس انا كنت مجففاه قبل كده وهوريكم انه لسه على لونه، وتطبخيها وتعمليها وكله على لونه. في حاجه تاني بقى كمان، لو عندك كيس من الاكياس اللي هي فيها السوسته دي بتاعت الحفظ، عندك ما عندكيش يبقى هتعملي كيس بتاع العادي بتاع الثلاجه بتاعك العادي الصغير، وتبتدي بعد ما تحطي فيها تخرجي الهواء منها، وبتحطي الورق الفويل حته يعني بتحطي ورق الفويل كده وتتنيه على الناحيه الثانيه، وتمشي المكوى على واحد على درجه واحد وتمشيها عليها، هتلاقي الكيس معاكي لزق وزي بتاع بره بالظبط. انا هنا اهو هحط اهو برده بجهز قدامكم اهو، ادي الكيس اهو. الباقي طبعا انت بتحطي وبتعبي في الكيس على قد الكميه اللي انت هتعمليها. بصوا كده انا اهو هبتدي اخرج اقفل نصه بس كده الاول اهو زي ما انتم شايفين كده، بس بيعذبني شويه واحنا كبرنا ومبقاش عندنا خلق خالص، فاحنا بنمشي كده بس، بتسيبي حته في الاخر خالص مفتوحه اهي هنا كده، على اساس ان انت لما تعملي كده هتخرجي الهواء كله كله من الحته الصغيره، وبعدين ترجعي تقفليها اهي. والله انا بحب قوي قوي بصراحه اللي هي فيها الورق الفويل دي، والواحد يعملها. بصوا كده ما بياخدش مكان معاكي اهي، شوفي عايزه فيها هواء لسه. خلاص بصوا وتحطيه ما بياخدش مكان معاكي ابدا ابدا، بتحطي كيس فوق كيس فوق كيس. بصوا شكل الكيس الملوخيه اهي، مش عايزه اي كلام، شايفين لونها؟ شايفين جمالها؟ والطريقه سهله جدا جدا، بتمسك الملوخيه تغسليها الملوخيه تغسليها تقطفيها وتغسليها كويس قوي قوي وهي بعرقها، اوعي تغسليها وهي مقطفه لان بتفقد نسبه كبيره من الغذاء بتاعها، فاحنا بنغسلها وبعدين نقطفها ونهويها، وبعدين ناخدها بعد ما تتنشف كويس قوي من الميه، بنجيب الميه المغليه عباره عن ايه، ميه مغليه فيها نص معلقه من البيكربوناتو، ممكن الكربوناتو وممكن البيكنج باودر، بس انا بفضل البيكنج باودر اكتر، بيفضل يحتفظ بيها وما بيديش طعم وما بيغيرش طعمها. بعد كده بتسلقيها في المية المغلية وتعيني بسرعة وتصفيها، وبعد ما تتصفى خالص بتبتدي تضربيها في مية ساقعة، بتحطيها في مية ساقعة ومية فيها تلج، وبعدين تصفي خالص وتاخديها تضربيها في الخلاط، وبعدين تعبيها في الكيس زي ما انت شايفة كده. انا هكمل الكمية بتاعتي على الاخر خالص وهوريكو الكيس ده والكيس التاني برضو، تمام؟
دي كده الطريقة بتاعتي في الملوخية. يا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة عليكم. انا بقى هكمل حاجتي وهوريكم بقى طبعا اعمل معاكم حبة كمان ولا كفاية. تهيلي كده كفاية عشان الفيديو ما يطولش عليكم. دي كانت الطريقة بتاعتي بتاعت الملوخية اهي. بصوا بصوا الجمال بقى والحلاوة بتاعتها اهي. ايه رأيكم؟ تحفة وسهلة ما فيهاش اي مشاكل. تضربي في الخلاط وتعبي في الكيس الكمية اللي انت عايزة تعمليها على قد افراد الاسرة بتاعتك. وان شاء الله باذن الله اشوفكم بقى في فيديو جديد بطريقة جديدة والطريقة تكون سهلة. واشوفكم على خير ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو سهل وجديد. ما تنسونيش عشان خاطري في اللايك والاشتراك والتعليق وتقولوا لي ايه رايكم. اهم حاجة اللايك اللايك عشان الفيديو ينتشر والطريقة سهلة وحلوة قوي للبنوتات الصغيرين. اشوفكم ان شاء الله على خير واقول لكم ايه. باي باي. سلام عليكم.